عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بمختلف المحافظات، حيث أكد وزير التموين احتفاظ الوزارة بمخزون مناسب من مختلف السلع الغذائية الأساسية بما يكفي لتلبية احتياجات السوق المصرية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وقد أكد الرئيس في هذا الإطار أهمية مواصلة متابعة أداء منظومة الخبز الجديدة وتطوير منظومتها على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم للمستحقين. من ناحية أخرى، وجه الرئيس بوضع خطة لدعم صغار المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع دراسة إنشاء كيانات كبرى لرعاية تلك المشروعات.